الله بألف خير جميعا والسلام عليكم. هذه مدينة غريندلوول أو قرية غريندلوول بشكل يعني بشكل أصح. واحد من الشباب طلب مني تصوير القرية. هاي محطة القطار. يواجهكم الفندق كروز سبورت. هذه السوق كرمالها وتنمها المدينة. طبعا هاي محطة القطار ونتجه للداخل، كلها فنادق وكلها مطاعم وشاليهات حلوة. وهذا أهم 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 مكان فيها، ألا وهو جبل جون فرو، قمة جون فرو، اللي أنصح دائما الواحد يجي انترلاكن ولا هالمدينة لازم يوصلها. طبعا عن طريق القطار يوصل لين فوق، ياخذ لي يمكن 50 دقيقة. هاي ما زالوا يطورون ويكبرون ويبنون في هالمدينة. هاي أصبحت المدينة مشهورة جدا للسواح، ويجونها يعني ناس كثار. ودائما أنصح بعد ما لقيت في انترلاكن تعال هني اسكن، تأخذ لك شاليه، تبغي شهر تبغي أسبوعين. فجوها دائما ممتع جدا. ومثل ما قلت لكم بعد الله مضمون الجو فيها في الصيف، لما تكون عندنا درجة الحرارة في الخليج 50 وفوق 50، هنا تلقاها 17 18 16. تحياتي للجميع بلا استثناء، محمد المصلاوي من العراق، علي من العراق كذلك، علي جعدان يا أخي اسمح لي دائما أغلط في اسمه، هذي والله أظني علي هو اللي طلب مني التصوير. ها علي أنت اللي طلبت مني ولا أنا نسيت منو اللي أرسل. تحياتي كذلك لأستاذتنا إكسبلورر. و جميع المتواصلين وغير المتواصلين والشاكرين والسابين، تحياتي لكم جميعا. ما عندي وقت، سرعة يتصور له يتمنى انتر، لكن اصور المدينة عشان الاخ اللي طلب مني وراجع، لاني بكرة مسافر سلوفينيا. فهذا عندي ساعتين، قلت في خاطري بروح بخلص أصور له المدينة. هذه مدينة قرية، مدينة صغيرة أو قرية يعني تستاهل الواحد يوصلها لو أنه يوقف يشرب كوفي ويرجع إلى انترلاكن إذا كان ساكن في انترلاكن. مكتب عقاري، واصل المدن السياحية دائما بين فترة وفترة تكبر. تحياتي كذلك الجنرال حكيمي بارادايس أم إماراتي بامتياز. والله ما يحضرني حسين المرزوق من مملكة البحرين، حيا الله حسين مرزوق الرقعان الولد الشقي، هذا المغامر الجديد.
هذه هي مدينة غريندلوون الحلوة والجميلة، واللي أنصح بزيارتها حتى لو ساعتين ثلاث. كثير من العوائل الخليجية يصيفون في هالمدينة هاي. كان مشكلتي أنا مو مال، أنا ما أقدر يعني أتم في مكان فترة طويلة، وإذا جيت وسكنت عليه خلال مثلا أسبوع تلقى كل يوم عندي برنامج، كل يوم مكان سياحي، كل يوم مدينة. لكن خلصت، المشكلة إني خلصت يعني في سويسرا كلهم تقريبا كله قضيت عليه. أفكر السنة الجاية في استراليا، شهر كامل بين استراليا ونيوزيلندا. تحياتي للجميع والسموحة إذا في تقصير، أشوفكم إن شاء الله في مدينة ثانية. تحياتي. على فكرة يا أخوان، اللي يستخدم القطارات ما يأجر سيارة ويبقى يتنقل في بين مدن أوروبا يستخدم اليورو، يشتري تذكرة اليورو ترين يتنقل فيها بين أوروبا، ويحصل على يعني أسعار ممتازة جدا وتخفيضات عجيبة. أما اللي في سويسرا فقط يستخدم سويس باس، في له تخفيضات في كثير من الأماكن السياحية، كذلك القطارات، الباصات، في كل مكان. المهم هذا، شوفوا المنظر كيف، شوفوا منظر بيوت تحت جون فرو، هذا الجبل الشاهق، وهذا مضمون فيه الثلج طول السنة 100%، ودائما أنصح بزيارته. تحياتي للجميع. هذا في الطريق إلى غريندلوون من انترلاكن. شوف الطريق محلى، سبحان الله، إبداع الخالق. نواصل طبعا تبع 12 كيلو عن وسط انترلاكن، مدينة جميلة. واحد يعني انا انصح دائما اللي يحب الهدوء ويحب الجو الحلو، دائما جوها احلى جو انا الصراحة شفته في هاي المدينة. هاي ما نقدر نقول عنها مدينة، قرية. نواصل، شوف كيف واقع بين الجبال، بين جبال الألب المدينة هاي. أوقات حتى في شهر 7 و8 في الليل ما تقدر تفتح إلا النوافذ من شدة البرودة. دائما الجو فيها ممتع في الصيف، دائما مضمون إن شاء بعد الله طبعا مضمون 100%. والمشكلة والزين يعني أنك كل شيء قريب جنبك، كل شيء يعني أهم المواقع السياحية قريبة منك. إذا كنت في انترلاكن ولا في غريندلوون ولا وادي لوتربيان، أي في الأماكن هاي المواقع السياحية اللي قريبة من انترلاكن كلها قريبة منك. وبعدين الجو يعني مضمون أنه يكون طول مدة إقامتك بارد. شوفوا كيف الجبال ما يعني شوف كلها ثلج من فوق، فتصور يعني تنفخ عليك من هال النسايم الحلوة الباردة ليل ونهار. نواصل
واحد من الشلالات.